السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نشرة إخبارية مفصلة من قناة عدن الفضائية، والبداية بالعناوين. وزراء الدفاع والنفط والكهرباء يؤدون اليمين الدستورية أمام فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي. مجلس القيادة الرئاسي يستمع إلى إحاطة من رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية ورسالة من المبعوث الأممي. وزير الإعلام يؤكد أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي منذ إعلان الهدنة لا يوحي بأي نوايا حقيقية للسلام. ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى جلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى توليه العرش ملكا للمملكة المغربية الشقيقة. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس عن أصدق التهاني وأخلص التمنيات لجلالة الملك محمد السادس بموفور الصحة والسعادة، وللشعب المغربي العزيز كل التقدم والرخاء، وللعلاقات الثنائية بين البلدين مزيدا من الازدهار. أدى عدد من الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي في أعقاب التعديل الوزاري الأخير. وأدى اليمين الدستورية كل من الفريق الركن محسن الداعري وزير الدفاع، والدكتور سعيد الشماسي وزير النفط والمعادن. والمهندس مانع بن يمين وزير الكهرباء والطاقة. وعقب أدائهم اليمين الدستورية تحدث فخامة الرئيس للوزراء بكلمة توجيهية أكد فيها أهمية العمل الجاد والنزيه والمخلص في هذه المرحلة الاستثنائية الصعبة من تاريخ الشعب اليمني. وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي وزراء الدفاع والنفط والكهرباء على العمل بروح الفريق الواحد ضمن حكومة الكفاءات السياسية، معربا عن أمله بأن تشهد الوزارات الثلاث نقلة نوعية على طريق جهود إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني. حضر أداء اليمين الدستورية مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي. عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس وبحضور أعضائه عيدروس الزبيدي وعبد الرحمن المحرمي وعبد الله العليمي وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي سلطان العرادة وطارق صالح. بينما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني، وواصل المجلس مناقشات مستجدات الأوضاع المحلية والإصلاحات المؤسسية والإدارية المطلوبة في بعض المحافظات والمؤسسات السيادية.
واستمع مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق إلى إحاطة من رئيس اللجنة العسكرية والأمنية اللواء الركن هيثم قاسم طاهر حول النتائج الأولية لعمل اللجنة المشتركة والخطوات المشمولة بمهامها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وضمان تكامل القوات المسلحة والأمن تحت هيكل قيادة وطنية موحدة. كما اطلع المجلس من وزير الخارجية الدكتور أحمد بن مبارك على رسالة مقدمة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ حول الهدنة والإطار المقترح لتمديدها في ظل تعنت الميليشيات الحوثية عن الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان الهدنة وخروقاتها وانتهاكاتها المستمرة في مختلف الجبهات. وكان المجلس استمع إلى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة والإجراءات والمعالجات المتخذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك برقية تهنئة إلى رئيس الحكومة بالمملكة المغربية عزيز أخنوش بمناسبة احتفالات الشعب المغربي الشقيق بذكرى عيد العرش. وأعرب رئيس الوزراء عن خالص التهاني للمغرب ملكا وحكومة وشعبا بهذه المناسبة، متمنيا لجلالة الملك محمد السادس مفور الصحة والسعادة للشعب المغربي الشقيق دوام التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين المزيد من التطور والنماء. بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساة إلى رئيس حزب الشعب الديمقراطي وزير الدولة السابق صلاح الصيادي عزاه فيها بوفاة صالح عبد الله أحمد الشريف عضو المكتب السياسي ورئيس اللجنة العليا للرقابة والتفتيش لحزب الشعب الديمقراطي حشد. وأشاد الدكتور بن دغر بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية في مواجهة الانقلاب الحوثي وما ألحقه من أضرار جسيمة وما ارتكبه من ممارسات إجرامية ضد شعبنا، وعبر عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ولقيادات حزبه بهذا المصاب الأليم، داعيا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية تهنئة إلى رئيس مجلس المستشارين المغربي لنعم ميارة هنأه بمناسبة ذكرى تولي جلالة الملك محمد السادس العرش ملكا للمملكة المغربية الشقيقة. وأعرب الدكتور بن دغر باسمه وأعضاء مجلس الشورى عن أصدق التهاني وأخلص التمنيات لجلالة الملك محمد السادس بموفور الصحة والسعادة وللشعب المغربي الشقيق كل التقدم والرخاء وللعلاقات الثنائية بين البلدين مزيدا من الازدهار. قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن التزام الحكومة بروح وبنود الهدنة الأممية عبر وقف العمليات العسكرية وإعادة تشغيل مطار صنعاء لوجهتين الأردن ومصر وتدفق سفن المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة تأكيد لمواقفها الثابتة في دعم جهود التهدئة وحقن الدماء وجديتها في السلام وعمل كل ما من شأنه التخفيف من معاناة اليمنيين. وأوضح الإرياني أنه ما تم خلال الفترة منذ بداية إبريل وحتى 22 من يوليو تسير 20 رحلة جوية بين صنعاء والأردن ورحلتين جويتين بين صنعاء والقاهرة استفاد منها أكثر من 10,000 مسافر، وكان بالإمكان أن يتضاعف الرقم لولا العراقيل التي فرضتها ميليشيا الحوثي في هذا الملف وهو ما قابلته الحكومة بمزيد من التنازلات. وأشار الإرياني إلى أن السفن المحملة بالمشتقات النفطية الواصلة لميناء الحديدة خلال نفس الفترة بلغت 26 سفينة بإجمالي كميات بلغت 720 ألف طن متري، وإيرادتها من الرسوم الجمركية والضريبية وصلت 150 مليار ريال كان يفترض تخصيصها لدفع مرتبات الموظفين، إلا أن ميليشيا الحوثي نهبتها وسخرتها للمجهود الحربي. وأضاف الإرياني أن ميليشيا الحوثي الإرهابية قابلت الرسائل الإيجابية والتنازلات التي قدمتها الحكومة بمزيد من التعنت والتصعيد رافضة تنفيذ أي من التزاماتها سواء من خلال استمرار خروقاتها العسكرية للهدنة أو عرقلة جولات الحوار ورفض كافة المقترحات التي قدمها المبعوث الأممي لرفع الحصار عن محافظة تعز.
وأكد الإيراني أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي منذ إعلان الهدنة من نقل وتحشيد للقوات وتجنيد الأطفال واستحداث تشكيلات ميليشاوية جديدة تحت مسمى ألوية الدعم والإسناد واستحداثات عسكرية من حفر للخنادق والأنفاق وبناء المتارس وتعزيز التحصينات وتكديس السلاح في الجبهات لا يوحي بأي نوايا حقيقية للسلام. وطلب الإيراني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بممارسة ضغوط حقيقية وفاعلة على ميليشيا الحوثي لإجبارها على الانخراط بحسن نية وجدية في جهود التهدئة وإحلال السلام والحيلولة دون استغلالها الهدنة فرصة لتعويض خسائرها وترتيب صفوفها وتحذيرا لدورة جديدة من الحرب. اطلع وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد المهندس محمد ناشر على مستوى سير أعمال مشروع تركيب كيبل التغذية الكهربائية الاستراتيجي لمطار عدن الدولي. وناقش وكيل الهيئة ناشر مع نائب مدير مطار عدن الدكتور منيف الزغلي ومدير أمن المطار العقيد عبد الله كرعون والمعنيين في المؤسسة العامة للكهرباء والشركة المنفذة صعوبات تنفيذ المشروع والحلول اللازمة بما لا يتعارض مع العوامل الفنية. وشدد وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد على ضرورة إنجاز المشروع بأسرع وقت لأهميته في توفير الكهرباء بشكل دائم لمطار عدن. تسلمت وزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن شحنة من اللقاحات الطبية المتنوعة المقدمة من منظمة اليونسف. وأوضح نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الله دحالي وكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن كمية اللقاحات شملت 750 ألف جرعة من لقاحات الكزاز والدفتيريا و 492 ألفا جرعة من لقاح الأطفال الخماسي، مثمنا الدعم المقدم من منظمة اليونسف والذي سيساعد في تنفيذ مهام برنامج التحصين الصحي ومنها تغطية التحصين الروتيني في المرافق الصحية المختلفة. قالت منظمات المجتمع المدني في اليمن إنها تلقت بلاغا من أسرة الصحفي المختطف لدى ميليشيات الحوثية الانقلابية منذ يونيو 2015 والمحكوم عليه جورا بالإعدام الصحفي توفيق المنصوري، يفيدون فيه بدخول صحة الصحفي المختطف في وضع حرج للغاية بعد تدهور حالته الصحية، وظهرت عليه أعراض أمراض مزمنة وقاتلة بسبب التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرض له مع زملائه في سجن معسكر الأمن المركزي بصنعاء، ما يجعل حياته في خطر ويحتاج نقله إلى مستشفى بشكل عاجل. وعبرت المنظمات في بيان صادر عنها عن استنكارها واستهجانها الشديدين لهذه الممارسات البشعة واستمرار اعتقال الصحفيين والتعامل القمعي ضدهم. وأكدت منظمات المجتمع المدني في اليمن أن هذه الممارسات الحوثية البشعة بحق الصحفي توفيق المنصوري هو استهداف مباشر للصحافة وللكلمة الحرة وتضع العالم والمؤسسات الدولية كافة أمام مسؤولياتها في إدانة هذه الممارسات ومحاسبة ميليشيات الحوثي التي تجاوزت كل القيم وتعدت على الأعراف والقوانين الدولية كافة. أشارت إلى أن استمرار ميليشيات الحوثي في اختطاف وتعذيب الصحفيين يعد خرقا خطيرا لمعاهدات جنيف وتعد صارخ على كل المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية الضامنة لحرية الصحافة وسلامة الصحفيين. ودعت منظمات المجتمع المدني مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إدانة هذه الممارسات والضغط على الميليشيات الحوثية للإفراج عن كافة المختطفين تعسفا والمخفيين قسرا والعمل على اتخاذ إجراءات رادعة ضد هذه الميليشيات، مجددة مطالبتها بسرعة الإفراج عن كافة الصحفيين المختطفين وإلغاء أحكام الإعدام الجائرة بحق الصحفيين عبد الخالق عمران وتوفيق المنصوري وأكرم الوليدي وحارث حميد. أكد الائتلاف اليمني للنساء المستقلات أن رفض ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا التنفيذ لبنود الهدنة الأممية واستمرارها في التحشيد والتجنيد وإعادة التموضع التي تقوم بها في أكثر من جبهة واستمرارها في حصار المدن منذ 8 أعوام، كل هذا يهدد بانهيار عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن. وأشار الائتلاف في بيان إلى الخروقات
متكررة لميليشيا الحوثي للهدنة الأممية وما نتج عنها من قتلى وجرحى طالت النساء والأطفال في محافظات تعز والبيضاء ومأرب والحديدة والضالع، مطالبا الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن اتخاذ موقف صريح وواضح من خروقات الحوثي المستمرة وعدم التزامه ببنود الهدنة الأممية، مؤكدا أن الصمت الدولي يعد بمثابة تشجيع لميليشيا الحوثي على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق اليمنيين. وحمل الائتلاف الأمم المتحدة مسؤولية ما يترتب على الحصار الجائر الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على مدينة تعز، داعيا في نفس الوقت للعمل على فتح المعابر تنفيذا لبنود الهدنة الأممية، كما عبر عن قلقه إزاء ما يتعرض له الصحفيين المختطفين الذين يواجهون أحكاما بالإعدام والنساء المخفيات في سجون الحوثي من تعذيب وإهمال صحي متعمد يعرض حياتهم للخطر. نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولا ميدانيا إلى مناطق التماس في مديرية مقبنة بمحافظة تعز التي شهدت مقتل وإصابة عدد من المدنيين وخروقات للهدنة الإنسانية المعلن عنها منذ بداية شهر إبريل الماضي. أوضحت اللجنة في تقرير لها بأن هدف النزول الميداني لمباشرة التحقيق في وقائع تعرض المواطنين للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني المعني بحماية المدنيين، وقيامها بالوفاء بالتزاماتها بإجراء تحقيقات فورية جدية في الانتهاكات وتحديد المتسببين للانتهاكات. وأشار التقرير إلى أن فريق اللجنة قام بإجراءات الاطلاع على ظروف واقعة قصف منزل مواطن في قرية المقهاية عزلة السويهرة بمديرية مقبنة بتاريخ 28 يوليو الجاري، وأدت لمقتل وإصابة 4 مدنيين وتدمير المنزل واستهداف المنطقة بقذائف مختلفة. ودع وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة خالد الخليفي منتخب الملاكمة للمشاركة في البطولة العربية الخامسة للشباب في القاهرة التي ستنطلق بداية الشهر المقبل. وخلال التوديع أكد الخليفي اهتمام وزارة الشباب والرياضة بدعم المنتخبات الوطنية في كل الألعاب الفردية والجماعية رغم الصعوبات المالية التي يواجهها صندوق النشء والشباب. وبدوره شكر رئيس اتحاد الملاكمة رائد علي نعمان وزارة الشباب والرياضة على الجهود المبذولة في دعم الاتحاد وتذليل الصعاب أمام مشاركة المنتخب. وذكر اللاعبين بأن اليمن الخامس عربيا في لعبة الملاكمة ويأمل من المنتخب تقديم المزيد لتحقيق مزيدا من الألقاب لليمن. وتتكون بعثة المنتخب المشارك في البطولة الخامسة للشباب المقام في القاهرة من المدربين مأمون محمد منصر وبدر أحمد يحيى ويحيى رفيق والحكام أنور العفري وبسام الصعة، واللاعبين غيث عارف أحمد واللاعب إسحاق صالح واللاعب أحمد الخضر. نعت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة ومؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر الصحفي محمد عبد الماجد العريقي مدير تحرير صحيفة الثورة الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء والتميز. وأكد بيان النعي أن وزارة الإعلام ومؤسسة الثورة فقدت أحد أبرز الصحفيين، حيث شغل الفقيد لنحو 3 عقود من الزمن منصب سكرتير تحرير صحيفة الثورة ثم نائبا لمدير التحرير ثم مديرا للتحرير، مشيرا إلى أنه طيلة عمله كان مثالا للصحفي المقتدر والملتزم بالمعايير المهنية والمبادئ الأخلاقية، وكان مثالا يحتذى به في رقي التعامل ودماثة الأخلاق. وعبر البيان عن أحر التعازي والمواساة لأولاد الفقيد وأسرته ومحبي ورفاقي مسيرته المهنية وتلامذته والوسط الإعلامي والصحفي في هذا المصاب الأليم، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان. إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.
وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في ختامها نعود ونذكر بأبرز العناوين. وزراء الدفاع والنفط والكهرباء يؤدون اليمين الدستورية أمام فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي. مجلس القيادة الرئاسي يستمع إلى إحاطة من رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية ورسالة من المبعوث الأممي. وزير الإعلام يؤكد أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي منذ إعلان الهدنة لا يوحي بأي نوايا حقيقية للسلام. ختام هذه النشرة لكم أجمل التحايا وأطيب المنى، دمتم بألف خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.